مقترح تقليص مناهج مادة التربية الإسلامية في بعض مراحل التعليم الدراسي أثار حفيظة المواطنين كبارا وصغارا ممن شددوا على ضرورة عدم المساس بمناهج التربية الإسلامية لأهميتها. نحن نتكلم عن مرحلة قادمة، الآن نحن قاعدين نواجه من عدة تيارات، من عدة يعني أماكن زعزعت قيمنا، زعزعت أخلاقنا، زعزعت يعني حتى كيان الإنسان بغض النظر عن شنو دينه. يعني التربية الإسلامية الآن ركيزة من ركائز، ليست الأخلاقيات فقط، في كل شيء، تعاملاتنا المالية، أخلاقياتنا، آدابنا، علاقاتنا الاجتماعية، وبالتالي تربيتنا بالضبط. فبالتالي ما يعني أتصور أن في ناس في رجالات دولة الكويت اليوم بأن يوافقون على مثل هذا الأمر. إضافة إلى ذلك يعني المجتمع الكويتي ما راح يقبل بهذا الأمر. الكتاب الإسلامية يعلمونا شنو كان يصير أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، وشلون كانوا بالحروب، وشلون كانوا يعني يدافعون نفسهم، والأخلاق وكل شيء. بعد كل شيء يعني ما وافق إنه يشيلونه، أكيد ما وافق. يعني على الأقل خلي يقولون رياضيات شيء ثاني، يعني حتى رياضيات مادة أساسية وحلوة، بس الدين يعني أهم شيء. يعني يشيلون كل مواد إلا الدين. أنا ضد هالشيء لأنه يعني إسلامنا، وإن نقدر يعني قرآن، فإن يعني أصلاً إذا يعني ما سووا الحصة يعني راح يقل الإسلام عندهم وإن الدين كذي. ما مو موافق طبعاً. ليش؟ لأن الدين بعد لازم نكون حريصين عليه. شو ما له داعي بعد؟ لازم هذا إسلام.